يا جماعة المقطع إلى الآن ترند أول بمجموع مشاهدات 7 مليون ومليون فاصل 4 لايك والتعليق اللي كتبت فيه قريب الرابع أبو فلا وصل 100,000 لايك. لا يا جماعة وقف. لا وجستن بيبر قاعد يدق علي خلاص. يا جماعة كيف الحال؟ طيبين؟ المهم بعد نص ساعة بالضبط يا جماعة راح أطلع بقناة صباح الخير يا عرب ام بي سي بث مباشر. أنا بطلع بث مباشر يا جماعة راح أجيب أم العيال. اللي شاف المقطع يا جماعة يعرف ان الدرع على 10 مليون كسر، بس الحمد لله يا جماعة عوافي عين عين وراحت يا جماعة عادي بتكس ويتلزق. الله شوف يعني صراحة بعيدا عن الضحك والله اللي يعرف الكتاب هذا شو اطلبه. بعد لقاء ام بي سي يا جماعة قلت لازم اثقف يا جماعة، هذا ثالث كتاب خلصته للمثقفين اللي قاعدين يتابعوني. انا عارف عددكم يمكن 1 مليون. ما قصدي يا جماعة، المهم انصحوني بكتاب اقراه يا جماعة. كاريزما هائلة، يعني أنا كنت عم حضر الفقرة وعم بحضر فيديوهاتك وحضرت كل شيء للآخر لأنك جذبتني بطريقة حكيك وأسلوبك. طبعا اللي ما بيعرفوا أبو فلا ما رح يتخيلوا قديه هو شخص، مع أنه صرنا عم نحكي بالملايين يعني صار الأرقام كتير عادي. خليني أعرفكم على ضيفي أبو فلا. اوكي يا جماعة خلصنا المقابلة مع ام بي سي 1، طبعا كانت 8 دقائق. اول ما خلصت امي كانت تتابع، رحت عند امي قلت لها امي كيف؟ قالت لي ممتاز، بس خلاص انا الان مرتاح، كلامكم ما يهمني يا جماعة. صباح الخير، تابعونا بعد شوي بفقرة السوشيال ميديا، حيكون عندنا اخبار سريعة وكمان حيكون معنا ابو فلا من الكويت ورح نختار بعض من الاسئلة اللي انتم كتبتوها. جنة صارت يا الربع، وصل الملك يا الربع. السلام عليكم يا جماعة، في كثير قاعد يقول أبو فلا صاير نظيف، وأنا ما أدري أخذها مدحة ولا ذمة، ولكن يعطيك العافية يعني والله شكرا. أقوى المتابعين حبيب قلبي يا بعد راسي، تقول التابعين 24 ساعة؟ إي شنو آخر مقطع؟ ليش توهقني؟ المهم يا جماعة راح ينزل لكم الآن بعد راح ينزل لكم مقطع اغنيتي لسنة 2021. الله يا شباب كيف الكاميرا الجديدة؟ باين اني اجمل صح؟ في فرق صح؟ بسم الله. يلا اتصل علي الحين، ابن امك تتصل علي. السلام عليكم، اكثر 3 اسئله قاعد توصلي برد عليها بستوري واحد. السؤال الاول ليش ما قاعد تنزل مقاطع؟ جواب راح يكون بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بفصل 13 مليون وين مقطع 12 مليون؟ جواب للسؤال الاول كان هو لاني قاعد اجهزه الاسبوع هذا راح ينزل. السؤال الثالث ابو فلت ليش حلو؟ والله حبيب قلبي الله يسعدك يا ولد. شكلي عديتك يا ولد. خلاص يا ولد انا اسف. انقلع اكشو البس كمامك يا ولد والله عيب عليك.
امس كانت درجه حرارتي مرتفعه يا ولد. ما عجني عتت ما راح انام برا البيت. انت متى تصير رجال وما تخاف؟ لا الزجاج راح ينكسر يا غبي. متى تصير رجال وما تخاف؟ هاي خاف يا المطي تمرجه تمرجه. صباح الخير يا جماعة، خليني أوريكم شنو جبت الجهاز هذا يا جماعة، لأن صحن فيه صاحبي عمر. شوفوا فايدة الجهاز يا جماعة، أنا دائما أصارخ صح؟ لما أصارخ المفروض يروح للوتر الأحمر، بس شوفوا الحين واو 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 ما في صرخات يا حبيبي، خلاص ما في إزعاج من موسيقى نشرح فيها بسرعة. أوكي هذه شكلها مناسبة، مثل ما قلت لكم يا جماعة تمنشنوني وراح ينزل ميمز عني، تمام؟ تمنشنوني أنا وراح ينزل الميمز يوم الجاي يا جماعة. بعتها الكمبيوتر عشان ما شغل موسيقى بخ، والله طولتها. كل اللي كتب يقول يا جماعة أنا عاصف أني طولت. مثل ما مكتوب هنا منشن أو تاج، منشني أو سولي تاج على الميمز اللي عني أنا، مو ميمز عام، ميمز عني أنا، واللي راح اختار ميمزه أو البوست. نغير الموسيقى عشان لا نتحمس ونعرف نشرح. اوكي نظام المشاركه كيف راح يكون يا جماعه؟ راح يكون راح تمنشنوني بالانستغرام وراح اختار من ميمز حقكم. واو ايش طول لي بالك ايش فيك انا اسف يا جماعه، ان شاء الله ما صدعت عزيز المشاهد، ان شاء الله ان شاء الله انت بطيب، ان شاء الله حقك على راسي انا اسف. ركز معي، ما راح اعيد كلام، كلمتي واحده، راح ينزل الجزء الثاني من اقوى مقطع في اليوتيوب ميمز الاسطوري ابو فلان الجزء الثالث. ركز معي، ليتس جو بيبي. والله بالعافيه حياك من ربع، بالعافيه بالعافيه بالزيك بالعافيه بالاسم بالعافيه. بس خلص الصفحه. اوكي يا جماعه جبت الكتاب هذا والكتاب هذا وفن اللامبالاة لا تكون لطيفا لاني انا مره لطيف، وكيف تقول لا وفكر مدري شنو. بس تمام معلم، بلاقي عندك كتاب كيف ينمو الشنب، شو اسمه كيف الشنب او اللحيه كذا. ما شاء الله يا لحيته. الفيلسوف رجل صناعة الماء يلقب بأبو نظم، الى جانب انه اشتغل بالصناعة وعلم الاجتماع. ما ابي لا الصناعة ولا ابي لحيته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. Oh.